شلب هذه غرب أشبيلية، وأشبيلية من أهم مدن المسلمين في الأندلس. فبدأ المد النصراني يقترب على أشبيلية ويهدد أشبيلية، وأشبيلية من أقرب المدن الرئيسية لقرطبة عاصمة الموحدين في الأندلس. فبدأ الخطر يقترب على العاصمة نفسها. عندها بعدما استطاع المنصور الموحدي حاكم بلاد الموحدين في المغرب وفي الأندلس أن يسيطر على الأوضاع في المغرب، عبر في العام التالي عام 586 هجرية مع جيشه، وجمع معه جيش الأندلس وتحرك نحو شلب ليستردها، لكنه ما استطاع للمقاومة الشديدة من قبل حاكم البرتغال وقوات الصليبيين. فرجع إلى أشبيلية، وجد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الترتيب، فرجع إلى أشبيلية وفعلا هناك بدأ يعد العدة لمزيد من التنظيم والتجهيز القادر على حماية المسلمين، ووجد أنه لا يستطيع القتال على كل الجبهات، وأن هذا الخطر الذي بدأ يأتي من الغرب هو أكبر الأخطار، لأنه بدأ يهدد عاصمة المسلمين، والمسافة بين شلب وأشبيلية ليست بعيدة، يعني المسافة بين طليطلة وأشبيلية حوالي 4 أضعاف المسافة بين شلب وأشبيلية. فالخطر الداهم بدأ يأتي من الغرب. فماذا فعل المنصور؟ عقد هدنة لمدة 5 سنوات مع ملك قشتالة الذي كانت عاصمته طليطلة، حتى لا ينشغل على جبهتين. فعقد هدنة مع طليطلة مع ألفونسو الثامن، وبدأ يجهز كل قوته للتصدي لهذا الخطر القادم من الغرب. وفعلا وافق ألفونسو الثامن على هذه الهدنة، وبدأت الهدنة بين الطرفين، فتفرغ المنصور للخطر البرتغالي. وألفونسو الثامن لم يكن بينه وبين حكام البرتغال ود، كان يكرههم لأنها دولة انفصلت عن دولته، فما كان حريص على إعانتهم. ويستغل المنصور هذا التفرق الذي بين النصارى، وفعلا في عام 587 هجرية تحرك المنصور من أشبيلية وتوجه نحو الغرب، وبدأ بمدينة وحصن مهم جدا، هو المركز العسكري لقوات المسلمين سابقا وقوات البرتغال في جنوب البرتغال حاليا، وهو قصر أبي دانس. واستطاع أن يستعيد قصر أبي دانس ويقسم دولة البرتغال إلى قسمين. بهذا الفتح صارت البرتغال مقسومة قسمين، قسم شمال وقسم جنوب بينهما المسلمين، فحاصر شلب من شمالها ومن شرقها، أما في الغرب والجنوب فالبحر. فصارت شلب وما حولها محاطة، وفعلا تحرك نحو شلب وافتتح شلب، واسترد بهذا رحمه الله، استرد قصر أبي دانس واسترد شلب، ومنها عاد إلى أشبيلية وأوقف هذا الخطر الداهم الذي كاد يأتيه من الغرب. فبعدما هدأت الأمور له وقضى على هذا الخطر الكبير، رجع المنصور في رمضان من نفس العام 587 هجرية، رجع إلى المغرب وهدأت الأمور. البرتغال لا تستطيع أن تتقدم أكثر بعد هذه الهزيمة التي أصابتها. قشتالة التي تحكم الوسط وشمال الشرق، بينها وبين المسلمين هدنة، أما ليون وجليقيا فما زالت بعيدة عن أن تشكل خطرا على المسلمين، فهدأت الأمور إلى عام 590 هجرية. في عام 590 هجرية انتهت الهدنة بين ألفونسو الثامن حاكم قشتالة والمسلمين. قلنا الهدنة 5 سنوات من 586 إلى 590. في هذا العام بدأ ألفونسو الثامن ملك الوسط والشمال يراسل الموحدين طالبا تجديد الهدنة. فأثناء هذه المكاتبات وهو يطالب بتجديد الهدنة، يغدر ويهجم على المسلمين ويعيث فسادا شديدا، وعندها قرر المنصور تأديبه، فتحرك بحملة موحدية من المغرب، عبرت مضيق جبل طارق إلى الأندلس مرة أخرى بقيادة الخليفة المنصور بنفسه، وتوجهت هذه الحملة نحو أشبيلية، وجلس المنصور هناك 2 أسبوع لتنظيم هذه الحملة.
ألفونسو الثامن لما شعر بالخطر بدأ يتحصن في حصن الأرك. حصن الأرك هو بين طليطلة عاصمة ألفونسو الثامن عاصمته وبين قرطبة عاصمة الموحدين. هو يريد المعركة ما تأتيه إلى طليطلة، يريد أن يوقف الموحدين قبل أن يصلوا إلى طليطلة، فتجهز في حصن الأرك وبدأ يجمع القوات وبدأ يرسل بالدعوة إلى البابا والدول النصرانية ويثير فيهم الحمية الصليبية ويذكرهم بسقوط بيت المقدس، يستدعي فيها هذه النخوة فيهم ويرسل إليهم النجاة النجاة، وكان دعاته فيها القساوسة. فأعلن البابا حملة صليبية ليس في المشرق الآن وإنما في المغرب أيضا، وأعلن البابا أن كل من يساند ألفونسو الثامن في قتاله مع المسلمين في الأندلس فقد أعطي الغفران الكامل. وبدأ الناس من أوروبا طمعا في الغفران الكامل ودخول الجنة، بدأوا يأتون من كل أوروبا لدعم دولة ألفونسو الثامن، وبدأ الاستعداد الرهيب لمعركة هي من أعظم المعارك في تاريخ الأندلس. هذه معركة مجهولة عند شباب المسلمين وعند المسلمين اليوم، بينما هي معركة لا تقل عن حطين في خطورتها وأثرها. معركة الأرك، وقعة الأرك، تجمع للنصارى فيها 200,000 راجل و25,000 فارس، وتجمع فيها للمنصور 200,000 مقاتل، فجيشين متعادلين، والصراع على وسط الأندلس. من ينتصر في هذه الوقعة؟ تقدم الجيش النصراني، ومن عجائب ما يذكره المؤرخون عن هذا الجيش أن اليهود الذين كانوا في الأندلس خرجوا مع هذا الجيش ومعهم الأموال الكبيرة، خرجوا مع ألفونسو الثامن ومعهم أموال كثيرة لشراء الأسرى المسلمين الذين سيسقطون في هذه المعركة، لأجل أن يبيعوهم في تجارتهم التي كانوا قد تمرسوا فيها، تجارة العبيد والرقيق. فإذا ليس فقط النصارى وإنما معهم اليهود جاءوا في هذه المعركة. وتقدم الجيشان، وتقدم المنصور حتى عسكر قرب الأرك، وظل الجيشان متقابلان عدة أيام بدون اشتباكات، مناوشات خفيفة، لكن لم يحدث قتال رئيسي. أبو عبد الله بن صناديد كان كبير قادة العسكريين في الجيش، فأشار على المنصور بأمر، قال له: نقسم الجيش نصفين، أهل الأندلس الذين يعرفون هذه الأراضي ويعرفون طبيعة قتال النصارى أكثر هم يكونون في الأمام، بينما جيش الموحدين الذي ليس له خبرة كبيرة بهذه الأراضي ولا بجيش النصارى يكونون خلفهم، وإذا بدأ القتال يبقى جيش الموحدين لا يقاتل، يبقى مستورا، إذا انهزم الجيش الأندلسي تقدم، وإذا انتصر فيعين. وفعلا تواجه الجيشان، وساءت الظنون لدى المسلمين لكثرة الأعداء، خافوا، أول مرة يرون جيش بهذا الحجم، وأخذوا يستعينون بدعاء كل من يظن به الصلاح، أي إنسان يرون عليه سيماء الصلاح يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لعله يحفظ الإسلام والمسلمين في الأندلس. انهزام هذا الجيش معناه نهاية الأندلس. وعندها بدأ المنصور يدعو، وكان من دعائه أنه أرسل إلى الناس، أرسل إلى الناس في ذلك اليوم يخبرهم بأمر عجيب، يقول لهم: أرجو من كل من شارك في هذه المعركة أن يغفر لي، لعلها تكون نهايتي هذا اليوم، ولعلي أكون ظلمت أحد بقصد أو بدون قصد، فاغفروا لي، فهذا وقت غفران، الآن كأني سألقى الله تعالى، فاغفروا لي لعل الله يرحمني. فبكى الناس من دعوة الملك الصالح المنصور، وبدأ الناس يستعدون
الشهادة في سبيل الله. الخليفة المنصور بناء على هذا التقسيم رجع مع جيش الموحدين نحو المؤخرة، وأعطى القيادة العامة لأبي يحيى بن أبي حفص يقود المعركة. وبدأ المسلمون يتقدمون ببطء، وتقدم نحوهم القشتاليون وهم يخرجون الأصوات العالية المزعجة كأنها حرب نفسية لقلقلة المسلمين. وأخذ الأمر يشتد، 200,000 سيلتقون مع 200,000، حوالي 500,000. معركة من أضخم المعارك في معايير هذا الزمن، معركة هائلة، فكيف بمعايير ذلك الزمان؟ ثم التحم الجيشان، وبدأ الضغط النصراني شديدا على ميسرة المسلمين، وبدأت الميسرة الجزء الأيسر من الجيش بدأ يختل تحت ضغط النصارى، فترك المنصور مكانه وبدأ يتقدم نحو مقدمة الجيش وبالذات في جهة الميسرة، يطوف على الصفوف ويحثهم على الثبات ويذكرهم بأن يخافوا الله في أهل الأندلس، ويذكرهم بالشهادة في سبيل الله وبالجنة، ويعرض نفسه للخطر بهذه الطريقة. لكنها معركة فاصلة ولا بد فيها من التضحيات. ثم حدثت المعركة الشاملة والالتحام الكامل بين الجيشين، وكثر القتل في مقدمة جيش القشتاليين التي أصيبت، وبدأ المنصور يحثهم على ضرب المقدمة، وصار الضرب كله على مقدمة الجيش القشتالي حتى بدأت المقدمة تنكسر. فأمر المنصور بمزيد من الضغط، فضغط الجيش واضطربت بقية جيش النصارى، وبدأوا يستبسلون من أجل ألا يهزموا، وكثر الاستشهاد في المسلمين، لكن القتل في النصارى كان أشد، وبدأت بوادر الهزيمة تشتد في جيش النصارى، ثم بدأت الهزيمة الشاملة في جيش النصارى. وهرب ألفونسو الثامن ملك قشتالة، هرب من أرض الموقع ولم يتوقف إلا في طليطلة، فكان نصرا عظيما من انتصارات المسلمين، موقعة الأرك العظيمة التي حفظت المسلمين في الأندلس 300 سنة. لولا هذه المعركة لكانت نهاية الإسلام في الأندلس، ومع ذلك يجهل الناس عظمة هذه الموقع. وانتصر المنصور رحمه الله، وانتصر المسلمون في هذه المعركة العظيمة، وغنموا الغنائم الهائلة، ورجع المنصور بهذا الجيش الفائز إلى أشبيلية، وبدأ يستفيد من هذه الغنائم في تعمير الأرض والعناية بالناس وبث الرخاء بينهم لعلهم يتقوون أكثر على عدوهم، وأخذ في تنفيذ الإعمار والإصلاح في بلاد المسلمين، وبنى مأذنة المسجد التي تهدمت. ورأى المنصور أنه كانت هذه المعركة كافية لتأديب النصارى، ورأى أن النصارى يحتاج القتال معهم إلى قوات غير عادية وإلى استعداد غير عادي، فقد وصلوا إلى قوة بنصر أوروبا لهم إلى درجة من القوة غير عادية، فرأى أن يعقد هدنة مع النصارى. وفعلا تم عقد الهدنة في عام 594 هجرية، وكانت لمدة 10 سنوات تهدأ فيها الأمور ويأمن فيها الناس بعضهم بعضا، ويتفرغ الناس لعمارة أرضهم وبناء دولتهم. ووافق النصارى بعد هزيمتهم، كانوا مغرورين قبل ذلك، لكنهم رأوا أن أيضا المسلمين لا يستهان بهم، وفعلا أمن الناس ووقعت الهدنة لمدة 10 سنوات، وعاد المنصور عام 594 هجرية إلى مراكش. انتصر رحمه الله وحفظ الإسلام والمسلمين في موقعة الأرك، وكانت من آخر أعماله الجليلة العظيمة